مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى وجمعنا مع الفقرة الأخيرة في حلقتنا النهاردة. وزي ما أوضحت لحضراتكم هنتكلم عن فقرة خاصة بالأباء والأبناء وخصوصا الأبناء وخصوصا أيضا الابن العنيد. الحقيقة طبعا يعني ساعات بيبقى كتير جدا في الأسرة بيبقى في طفل عنيد، إزاي طب نقدر نتصرف معاه، إزاي نقدر نتعامل معاه، لأن المعاملة معاه لازم تكون بنهج معين، لأن ساعات ممكن العنف أو بعض التصرفات الخطأ من الأباء ممكن يؤدي لعند أكتر. يعني كل التفاصيل ده هنتكلم فيها أكتر باستفاضة في الفقرة. وبيسعدنا وبيشرفنا في استوديو صباح ميل الكلام عن هذا الموضوع معانا على الهاتف دكتور مينا عزت، استشاري ودكتورة العلاج النفسي. صباح الخير دكتور مينا. صباح الفل، أهلا بحضرتك. يا أهلا بيك، أنا منورنا ومشرفنا. بنورك. الحقيقة دكتور مينا يعني احنا قدام موضوع مهم جدا، بس يعني هو الحقيقة في سؤال يعني في بالي كده حابب أسأله، هل الطفل العنيد ده هل بيبقى قاصد العند ولا هو عشان طفل صغير فبيصدر منه تصرفات ممكن تبان لنا ان هو طفل عنيد؟ هو الحقيقة مش كل السلوكيات العند بتبقى مقصودة. يعني في سلوكيات بتبقى الطفل قصدها، وفي سلوكيات ناتجة عن ان هو طبيعة شخصيته وتكوين شخصيته ان هو شخص ذكي. على فكرة العناد مش في كل الأوقات سلوك سلبي، يعني العناد بيبقى في أوقات بيبقى سلوك إيجابي. فإحنا ما نتضايقش أو ما نزعلش إن ابننا عنيد، لأن ده العند ده بيعبر عن إنه طفل ذكي وفي نفس الوقت هو طفل نشيط، فإن الطفل الذكي والنشيط بيعبر عن مقاومته ومحاولة استقلاليته، فبالتالي ممكن يظهر سلوك العناد. لكن الحقيقة يعني حاجة بتوضح ان ممكن يكون العناد ده حاجة كويسة، يعني ده يلفت نظري ان حتى لو مش طفل شخص كبير ومصمم مثلا على رأي معين ده ممكن ناس تفتكره عند، لكن ده لا هو ده بشكل افضل. بالعكس احنا بننصح الاباء والامهات ان هم يشجعوا اولادهم على الاستقلالية وان هو يتاخد برأيه والامور دي كلها. ولكن خلينا نوضح ان في انواع للعناد، ده هيتطرق لينا النقطة دي، ان العناد ده انواع. في عناد ايجابي وفي عناد سلبي. من انواع، هو في اربع انواع للعناد. العناد ده اول نوع عدم العناد، عن ناتج عن عدم المعرفه، ان الطفل بيكون عنيد نتيجه عدم معرفته بالشيء، او بيسموه الرعونه اللي هو بيكون سلوكه بدائي ما هوش عارف. يعني خلينا نوضح بالامثله اكتر لان الامثله العمليه هتكون أكتر إيضاحا. يعني مثلا الطفل اللي هو بيبقى مش عارف، يعني يقول لي مثلا أنا يلا ننزل نروح لتيتا دلوقتي، طبعا ممكن وقت متأخر ومش مناسب خالص، إن هو مش مدرك ده، يعني هو عنده جهل أو عدم معرفة بالأمور دي، فبيبقى عنيد، بيسموه عناد عدم المعرفة. طب نقول علاج النوع ده إيه؟ علاجه ان احنا نوضح له النقط دي، ونوضح له ان ما ينفعش ننزل دلوقتي علشان دلوقتي مش مناسب وكده. طيب النوع الثاني هو عناد اسمه المثابره او الاصرار، ان الطفل بيبقى عنده مثابره او اصرار على شيء معين، وده على فكره حاجه ايجابيه كويسه، اللي هو بيبقى طفل ايجابي كويس، خاصه لو كانت المثابره دي والاصرار في حاجه كويسة إيجابية، زي مثلا أنه عايز يأكل بالمعلقة لوحده مثلا، مش عايز حد يمسكه المعلقة. فبالتالي المفروض علاج العناد ده أن أنا بوضح له الطريقة الصحيحة علشان يستمر عليها، يعني بوضح له طريقة مثلا مسك المعلقة بتبقى إزاي، وأبدأ أن أنا أخليه يبقى عنده استقلالية في أنه يأكل لوحده مثلا. وهكذا في أمور في المصابرة دي بنعملها له علشان يبقى شخص إيجابي أكتر. النوع الثالث هو عناد الارتباط الشرطي. ايه الارتباط الشرطي ده؟ الارتباط الشرطي ان هو بيربط بين موقف وحش عملناه له، هو فاهمه كده، يعني احنا ممكن طبعا بنبقى كل الناس بتبقى بتحب ولادها وعايزين ولادها احسن ناس وكل حاجه، بس احنا عن جهل مننا برضو ممكن نعمل سلوك خاطئ، او ممكن نعمل سلوك صحيح هو يفهمه خطا فبالتالي بيزعل. فبيعمل حاجة اسمها ارتباط شرطي. الارتباط الشرطي ده عبارة عن ايه؟ ان هو
بيبقى زعلان مننا ان احنا عملنا سلوك معين معاه، فبالتالي بيعند بقى ويقول لا انا مش عامل بقى الحاجه اللي انتوا عايزينها، او مثلا اقول له مثلا ذاكر فما يذاكرش. طب ما انت ما تذاكرش ليه؟ اصل انتوا ما ودتونيش النادي مثلا، انا كنت بقول لكم عايز اروح النادي وما رضيتوش تودوني، فعشان كده انا مش هذاكر. فده ايه؟ عمل ارتباط شرطي بين عدم تنفيذنا لطلب معين ليه، وبين ان هو كان في حاله عصيان عن الامر او الحاجه الكويسه اللي احنا عايزين نعملها. فالحل بقى برضو في النقطه دي ان احنا ما نتجاهلش سلوكه ده. الافضل بنعمل ايه؟ علشان في كتير من الناس بتتجاهل العناد. في انواع من العناد السلبي الحل بتاعه ان احنا نتجاهله، ولكن احنا بنقول ان نوع العناد ده اللي هو الارتباط الشرط ده، الصح فيه ان انا ما اسيبهوش كده. لازم ان انا اروح له واقول له يا حبيبي انا عارف ان انت زعلان وما ذاكرتش علشان كنت عايز تروح النادي وانا ما رضيتش اوديك، بس على فكره انا ما رضيتش اوديك النادي علشان الجو برد، عشان في مثلا كورونا، علشان يعني في اسباب كتيره. يقول سبب مقنع ليه يحاول يخرجه من هذا بالظبط. والاكثر من كده ان انا بوضح له حاجه اسمها الفرص الضائعه. يعني ايه الفرص الضائعه؟ ان انت في فرصه قدامك ان انت لو ذاكرت بابا لو راجع مثلا هيلاقيك ذاكرت فهيكافئك، لكن انت ما ذاكرتش فهتاخد عقاب ان انت هتتحرم من حاجه تانية. فبالتالي دي كانت فرصه قدامك ان انت تذاكر علشان ايه؟ تاخد مكافاه مننا كويسه. فدي حاجه اسمها بيسموها الفرص الضائعه. فبوضحها له في الحاله دي، هو لما يفهم ويعرف ان زعله ده غير مبرر، والمفروض ان هو ما كانش يزعل، لان انا يعني اوضحت له سبب ان انا ما استجبتش لطلبه في نزوله النادي علشان كذا وكذا وكذا. أيوه. يبقى هو كده ايه؟ اقنعته. يبقى بالتالي هو انا كده عدلت سلوكه او افكاره، غيرت افكاره. وممكن نوضح له برضو ان مثلا لو حياتك اديت مثل النادي، يعني انت برضو طيب احنا لو ما رحناش النادي عشان كذا، بس لو ذاكرت ممكن نروح مثلا بس يعني في وقت تاني، ما هوش الوقت ده مثلا، لان الوقت ده وقت المذاكره. طيب يبقى احنا كده ثلاث انواع من العناد. النوع الرابع بقى اسمه عناد سوء السلوك. ايه عناد سوء السلوك ده؟ عناد سوء السلوك اللي هو من تكرار ما انا بعمل يعني حاجات سلوكيات سلبيه معاه. وعلى فكره العناد ده مش بس مع الاطفال، مع اي شخص. يعني ممكن ده عناد الزوج مع زوجته مثلا. يعني كان عندي زوجه امبارح كانت في العياده بتقول لي انا زوجي من يعني بعد كذا مره كان وعدني بحاجات وما اوفاهاش، فانا تحولت لحاله رفض، بارفض اي حاجه يطلبها مني، يقول لي مثلا عايز اكل اقول له عندك الاكل في المطبخ روح كل. فبالتالي ده ليه؟ لان سوء السلوك ده بيبقى ناتج عن بيولد تكرار رفض لحاجات احنا بنرفضها، وبالتالي مع التكرار ده بيترتب عليه ان هو يصدر سلوك مضاد لينا باستمرار. بقى عايزين نذاكر طب مش مذاكر، طيب انا هاذي نفسي او هاذيكم. يعني كان عندي طفل بيقول لي انا بفضل ابص في اللمبه عشان عينيا توجعني عشان بابا يزعل عليا، فيبدا بسلوك مضاد لنفسه ازاء الذات وازاء الاخرين، وده بيسموه عناد ايه؟ سوء السلوك. يبقى دول اربع انواع من العناد. علاج العناد ده ان انا احول الطاقه بتاعته دي، حاجة اسمها توجيه الطاقة. بمعنى ايه توجيه الطاقة؟ احنا اي انسان عنده باور، عنده طاقة. علماء الطاقة قالوا ان اقصى واحد يعني كويس قوي هيستغل 10% من الطاقة اللي عنده. يعني ده معناه ان كل انسان عنده طاقة خارقة على فكرة. والدليل على كده بشكل عملي، لو انا مثلا بجري مثلا غير لما يكون في كلب بيجري ورايا، ببذل طاقة خارقة، بستغرب نفسي هو انا اللي بجري بالشكل ده؟ او مثلا لا قدر الله في حريقه مثلا في المكان فبتلاقيني بندفع بشكل قوي جدا، بستغرب نفسي فيه. فده يدل على ان جوه كل انسان طاقه. الطاقه دي لو ما استغلناهاش وتبقى بوزيتيف انرجي هتبقى نيجاتيف انرجي، يبقى هتبقى سلبيه. فلازم اعمل حاجه اسمها توجيه الطاقه، بوجه طاقه اللي قدامي سواء كان طفل مع باباه أو كان زوج مع زوجته.
يعني عايز اقول لك ان الخلافات الزوجيه دي كانت يعني لو تابعت الحياه الزوجيه بتاعتهم هتلاقي كانت حياه بادئه كويس، يعني كان في طاقه ايجابيه كويسه تحولت للسلبيه ليه؟ من تكرار اخطاء حصلت ووعود ما تنفذتش، فبدا يتحول الطرف الثاني لطاقه سلبيه مضاد بقى وسلوك مضاد ليه. مع الطفل بيحصل نفس الوضع ده، حاجه اسمها عناد سوء السلوك، ان هو بيفضل بقى مضاد لينا على طول، وبيظهر بقى هنا الانحرافات والسلوكيه اللي بتحتاج حاجه اسمها تعديل السلوك. تعديل السلوك دي بتتم عن طريق جلسات بنعملها اسمها جلسات تعديل السلوك، ولما بيجي لي حاله بقى انا بعالج الاب والام نفسهم، يعني اقول لهم انتوا اللي محتاجين علاج. ليه بقى؟ لان ابننا ده مرايه لينا، يعني هو جاب السلوك العناد ده منين؟ هو العناد ده اصلا سلوك مكتسب، ما هوش فطري، يعني هو ما اتولدش عنيد، ولكن هو اكتسبه من ايه؟ مننا كنوع من الموديلنج او النمذجه، ان احنا كنا نموذج قدامه، سواء كنا بنتشاجر انا وزوجتي قدامه كطفل فبيشوف ده فبيعني، او ان احنا مارسنا ده قدامه معاه، فطبعا ده اسمه عناد سوء السلوك بيتم وعلاجه ان احنا نحول الطاقه بتاعته من طاقه سلبيه لطاقه ايجابيه بمبدا اسمه توجيه الطاقه. في حاجه مهمه كمان في علاج النقطه دي، في قانون بيقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. طبعا. طيب احنا بقى بنخطئ بنعمل ايه؟ بنديله يعني رد فعل مثلا عنيف عن سلوكه ده، يعني السلوك لا يستدعي هذا الرد العنيف. فمهم ان انا رد فعلي يكون موازي بالظبط لسلوكه الخاطئ، يعني ما اقعدش مثلا هو عنيد دلوقتي، العند بتاعه ده المفروض يتناسب قصاده علاج معين او طريقه معينه توازي هذا العناد. مزبوط. لكن اللي بيحصل كالاتي، ان احنا بنسكت مثلا ونيجي ضاربين الولد مثلا مره واحده، طبعا الولد بينسى، طبيعي الطفل ان هو بينسى. طب. فبيحصل ايه؟ لما بينسى هو بيحصل له تشوك او صدمه، هو بابا ضربني ليه؟ على موقف بسيط، بابا يرد يقول له انا كنت محوش لك، انت كنت من سنتين عملت كذا وكذا، طب انا نسيت اللي حصل من سنتين. مظبوط. فالمفروض العقاب يبقى اولا باول، يعني ستيب باي ستيب كده، ولازم العقاب يتناسب مع الموقف اللي هو عمله، العقاب ما يبقاش بالضرب خالص نهائي، العقاب بالحرمان وليس الضرب، مهم جدا ان الحرمان ده يتناسب مع الموقف بالضبط. ومهم جدا ان احنا نعمل حاجه حلوه قوي بنستخدمها مش بس في علاج اطفال اللي عندهم عناد، في علاج الادمان كمان بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه في العلاج النفسي السلوكي اسمها عقد الاتفاق المشروط. ايه عقد الاتفاق المشروط ده؟ دي فنيه في فنيات العلاج النفسي السلوكي، بنجيب ورقه ونعمل زي عقد اتفاق معاه، السلوك اللي هو كذا الخاطئ بتاعك ده قصاده العقاب هيبقى كذا، ونعلق له الورقه دي في مكان واضح بالنسبه له، فبالتالي هو رايح جاي شايف الورقه، فبالتالي ما يستغربش او ما يصدمش او ما يزعلش مننا في حاله ان هو عمل السلوك الخاطئ وعمل سلوك عنيد في شيء معين وما نفذش اللي احنا متفقين عليه، يبقى اذا هو يستاهل ويستحق العقاب ده وما يزعلش منه. دي حاجه بتبقى مهمه جدا. كمان في حاجات كتيره قوي بنستخدمها يعني في علاج السلوك العنيد، ان احنا برضو ما نستجيبش لكل طلباته، هو طبعا هو العناد ده برضو من ضمن الحاجات اللي خلته يظهر، هو ان احنا في حاجه اسمها الحمايه الزايده، الحمايه الزايده اللي هي دي ايه؟ تحتمل ان انا اكون عندي قسوه وعنف وتسلط عليه، وتحتمل ان انا اكون عندي تدليل زائد، يعني الايجابيه قوي الافراط فيها غلط، والسلبيه قوي برضو الافراط فيها غلط، ده بيسموه الحمايه الزايده. يبقى انا المفروض يبقى في توازن في تربيه اولادي، ما يبقاش في تسلط في المعامله، وكلمه تسلط دي معناها ايه؟ معناها ان انا بقعد اديله اوامر اوامر اوامر، ذاكر ذاكر ذاكر. طبعا في مصطلحات انا ممكن استخدمها بديله عن الامر ده، بالمناسبه برضو الطفل العنيد ده افضل تعامل معاه ان انا ما اديلوش اوامر، ما تعاملش معاه بطريقه الاوامر، لان هو طبيعي هيبقى عنيد مش هيسمع كلامي، بشكل تاني اديله الكلام في صوره مش امر، يعني مثلا هديك مثال عملي، انا ابني مثلا قاعد قدام التلفزيون وقاعد يتفرج على افلام او كده، وده ميعاد النوم بتاعه مثلا، في ناس تقول لك ايه؟ قوم
سيب التلفزيون او طفي التلفزيون يلا عشان هتدخل تنام. فكلمه قوم ديت او سيب التلفزيون دلوقتي دي بتعصب الطفل وتخليه عنيد اكتر. لكن لو استخدمت مصطلح تاني وقلت له حبيبي ميعاد نومك جه فتعالى عشان ننام مع بعض، فدي حاجه يعني غيرت خالص مجرى الحوار. فبتبقى يعني انا وصلت لنفس النتيجه ان هو ساب التلفزيون وقام ينام، بس اختلف الموضوع. بدل ما قلت له بصيغه امر قلت له بصيغه تانية خالص حببته فيا وخلته في حاله انتماء ليا، لان الطفل لازم اي سلوك يقوم بيه ما يكونش بصيغه امر. ليه؟ لانه لو صيغه امر هيبقى مجرد اله في ايدي زي الريموت كنترول كده قاعد احركه قدامي في التلفزيون. ولكن الولد لو كان قراره من داخله بالاقتناع ده هيبقى هيغير تماما مجرى الموضوع وهيبدع وهيسمع الكلام كويس قوي. فدي نصيحه للاباء والامهات ان هم ما يدوش اوامر كتير لاولادهم وتسلط في التعامل. وكمان بنقع في حاجه ان هي في صراع بيحصل مثلا بيني وبين ابني، اقول مثلا يعني هو الواد ده هيمشي كلامه عليا مثلا. مزبوط. لا لازم يسمع الكلام، لازم انا كلامي هو اللي يتنفذ، انا الكبير صح. وهو الصغير لا تدي يعني معاه هو لا. فلازم اديله فرصه ان هو يعبر عن رايه وان هو كمان عن تجربه. يعني على سبيل المثال مثلا انا مثلا عايزه يعني يشتري مثلا نوع من الكوتشي مثلا خامه كويسه وماركه كويسه انا عارفها وفاهمها، هو عنده جهل بالماركات دي، فهو راح اختار نوع غالي. اسيبه وعند معايا وطمم على ان هو يختار النوع الرديء ده؟ لا، اسيبه يختاره لان ثمن الموقف نفسه اغلى بكتير من ثمن الكوتشي اللي هو بيشتريه. ويجرب بنفسه، لما يلاقي النوع ده باظ بسرعه مثلا او مش متين هيعرف بقى بعدها بشكل واقعي. فالتجربه العمليه بتخليه يحس يصدق بقيمه الموقف نفسه. مظبوط.